السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا يا جماعة الخير جايبين لكم شاشة من بين كيو اكس ار سيريس، اللي هي الاكس اي اكس 3200 ار سيريس من بين كيو، 144 هرتز كيرفد وبها سينماتيك موشن، حتى بها يقول لك نيوترال كولرز. فما بيطول عليكم اكثر من كذا يا جماعة الخير، الفيديو خلونا نبدأ. طيب جماعة الخير، شيل الصندوق، شيل اشترطوا الصندوق جميع. هذا واحد، الفك الثاني، هذا الفك الثاني. طيب الحين جماعة الخير نفك الكرتون ونشوف اختلاف الصندوق جميع. ما شاء الله ما شاء الله، أعوذ بالله. أيوه طيب، عندنا أول شيء هذا أعتقد حق القاعدة أو شيء، ما أدري شو بالضبط صراحة، خليه على جنب هنا. وجاء كيبل اللي هو اتش دي عادي، هذا ما راح نستخدمه لأن الشاشة 144 ميجا هرتز، ما راح نستخدمه هذا. هنا جاء معنا قطعة ثانية، اعتقد انها القاعدة، ما شاء الله ثقيلة والله مرة. شو طلع؟ والله ما شاء الله، هذا راح تكون ان شاء الله قاعدة الشاشة، لكن يبغى لها نعدلها. شو مكتوب هنا؟ بينكيو. شو اقلب الكيم خلينا نعدلها كذا، ها بينكيو. هذا من ورا راح تكون، نشيلها على جنب برضو. وهنا جانا كيابل زيادة، هذا كيبل الباور العادي ثلاثي، وهذا جانا ال حق ال 144 هرتز اللي هو ديسبلاي بورت. هذا هو حلو صراحة يا جماعة، شاشة ديسبلاي بورت جاهز ما راح تحتاج تشتري. وهذا المحول اللي راح يشغل لك الشاشة. هنا برضه فيها القاعدة زي ما تشوفون، هذه جاي يطبع عليها ستيكر، ما أبي أشيله الآن. حلوة صراحة، زي ما قلنا مودرن وعصرية. والآن في شيء باقي، في تعليمات كيف تركب الشاشة، وفي السيديات حق التعريف هذه ممكن تستخدمها، هذه نحطها على جنب. وبسم الله نفتح. الله، طبعا مقاس الشاشة يا جماعة الخير 31.5، يعني ضخمة جدا ما شاء الله. هذا كيف اطلعها الحين؟ عيب مرة تطلع والله ثقيلة ترى مرة. طيب هذه يا جماعة الخير، هذه هي الوان الشاشة ما شاء الله تبارك الله. لعبة باتل فيلد زي ما تشوفون الوانها جدا جدا صراحة بطلة. اتوقع في التصوير ما هي واضحة مرة ان الوانها حلوة، لكن في الطبيعة زي ما اشوفها انا صراحة الوانها توب التوب. فجماعة الخير اتمنى اعجبكم الفيديو. جماعة الخير زي ما قلت لكم، اسم الشاشة اللي هو البين كيو الاي اكس سيريس او الاي اكس 3200 ار. فهل انصح في الشاشه؟ صراحه على قيمه الشاشه جدا حلوه. طبعا هي فول اتش دي 144 ميجا هرتز، وبها السينماتيك فيو، بها كم مواصفات حلوه صراحه. اعجبتني الشاشه، طبعا اشتريتها لنفسي شخصيا، وانصح فيها صراحه اللي يعني بيلعب جيمنج وما جيمنج على المونتاج، راح تكون حلوه. ومقاس الشاشه تقريبا 31 انش ونصف، فحط ببالك الشيء هذا. اذا انت ما انت محبين الشاشات الكبيره لا تاخذ الشاشه، لانك راح تكون متعب منها. لكن راح تجي مقاسات ثانيه لكن بدون كيرف، تقريبا تجي 27 انش. هل صراحه يعني انصح بهذه صراحه، لان كيرف يعني وحجمها كبير بالنسبه لي، ينفعني في الالعاب والمونتاج، وينفعني برضه
كل حاجة. وصراحة أعجبني شكله، حتى شكله جدا جميل، اللي هو اللون اللي هو السيلفر مع الأسود أو السيلفر وبلاك، رهيبة صراحة. كله مصنع من الألمنيوم ما عدا الواجهة كأنها بلاستيك اللي هي في الفريم اللي عندنا. فبشكل عام جماعة الخير أشوفها جدا جدا بطلة عليها، زي ما تشوفون أنتم محكم على الصورة مع أنها ما هي واضحة مرة بسبب التصوير يعني، لكن بالنسبة لي أشوفها جدا بطلة، بطلة جدا يعني صراحة. وبيطول جماعة الخير الفيديو أكثر من كذا، أعتقد طولنا فيها الكفاية. إذا عجبتكم الشاشة تقدر تحصلها محلي ومن المواقع أي مكان تبي، لكن أنا دائما أشوف شاشة تأخذها محلي ما فيها فرق صراحة في الأسعار، سعر يعني راح يكون من 100 إلى 200 إلى 300 بالكثير، خذها محلي عشان تأخذ الضمان. فجماعة الخير كان معكم باسل من قناة سوكي. جماعة الخير، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله.